كثرت الاستحقاقات التي تواجه الحكومة، ولعل الأهم من بينها تصحيح سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذي وعدهم به وزير التربية وحتى رئيس الحكومة في أكثر من لقاء، لكن هذه الوعود بقيت حبرا على ورق ولم ينل الأساتذة مطلبهم إلى اليوم، وعليه فالإضراب تصعدي ولا رجوع عنه. إذا ما تم الاستجابة لطلبكم، يعني فينا نقول طار العام الدراسي؟ لا، نحن إن شاء الله أول شيء مش مسؤوليتنا إذا طار العام الدراسي، مسؤولية الناس يلي مفروض يتحملوا مسؤوليتهم. نحن من زمان طرحين هذا الموضوع، ونحن من زمان طالبين منهم تعيين عمدة بالجامعة، ومن زمان طالبين منهم أنه يصير في رئيس جامعة. هلا اليوم يمكن يزعلوا مني وما يعودوش يقروا السلسلة، ما على شيء، الجامعة بدها إصلاح. إلى جانب الإصلاح في قصة الوضع التصحيح سلسلة الرتب والرواتب، نحن مش عم نحكي بس تصحيح سلسلة الرتب والرواتب، نحن بدنا نحسن الأداء بالجامعة. واللافت أن الطلاب ومن مختلف التيارات السياسية لم يبدوا أي تخوف على عامهم الدراسي، بل تضامنوا مع الأساتذة في تحركهم. جايين تنعلي الصوت تنحكي قدام كل العالم، وخاصة الحكومة تتحمل مسؤوليتها، لأنه مثل ما كانوا عم يقدروا يأمنوا مصاري لمشاريع يمكن بيعتبروها حياتية، أنا برأيي هذا المشروع حياتي أكثر. لافت اليوم أنه كل الأحزاب ومصر، يعني كل الأحزاب داعمة هذا المطلب. أكيد موضوع الجامعة اللبنانية بتخيل بجهد كبير عم ينعمل على مستوى منظمات شبابية، عم بيوصلنا على طول لإجماع تام حول مواضيع المطلبية، وهذا الأساس حتى لو كان عندنا خلافات بالسياسة. وإلى هذا المطلب مطلب آخر، التفرغ للمتعاقدين، وهذا أيضا رهن بالحكومة. نحن ما بقى فينا بعد نتحمل بدون معاش شهري وبدون ضمان صحي، بنقبض معاشاتنا كل سنة ونص، لذلك بعد الجمعيات العمومية بكل المناطق اللبنانية قررنا انه نفوت بتحرك تصعيدي. اصلا اذا الواحد بده يطبق القانون، نحن كاستاذ متعاقد ما بحق له اكثر من سنتين، المفروض يتفرغ اذا كانت الجامعه اللبنانيه بحاجه له. نحن صرنا سنين في ناس طلعت على التقاعد وبعدها بالتعاقد. امتحان اخر يوضع على طاوله مجلس الوزراء، فاما تستجيب الحكومه لمطالب الاساتذه المحقه وتبرهن فعلا انها حكومه كلنا للوطن، اي كلنا لمصلحه الوطن والمواطن، واما تسقط في الامتحان وتكون عواقب وخيمة على الوطن والمواطن. برنا نعم شديد، MTV.